توقعات الأحد الموافق 16 أبريل 16 نيسان 16/4/2023. النهاردة هيحصل قدر كبير جدا من الوضوح لما يبقى فيه خطط حواليك، هتبقى بتلتزم بأنك تطورها في الأسبوع اللي جاي، وهتبتدي تقوم بأنك تبني جدولك الزمني للأيام الـ7 اللي جاية بالتفصيل. تقريبا النهاردة هيكون في تخطيط واضح لكل مهماتك في الوقت اللي انت فيه بشكل خاص. لأسباب مختلفة جدا هتبتدي تواجه صعوبة في انك تتواصل مع حتى افراد اسرتك لليوم ده، وهتبقى مستغرب جدا من الوضع ده، بس هيكون عندك تجارب ممتعة بحد كبير، خاصة مع اشخاص بيبقوا بيعيشوا بعيد جدا عنك في الفترة دي. هيجيب ليك النهاردة شوية حظ، شوية رفاهية انت بتتمنى انك توصل ليها، وبرضه هيبقى فيها فرص اوضح عشان تعرف تحقق كل المهمات اليومية اللي كنت دايما بتحلم انك توصل ليها وتعرف تحققها. ما تقلقش، في تواصل افضل مع كل الاشخاص اللي بيعتبر قريبين منك جدا. بالنسبة لكل الاشخاص النهاردة اليوم هيجيب ليهم محادثات هتبقى بتتعلق بأحداث كتيرة في حياة صبي عندك في الأسرة أو شاب، دايرة خاصة من دايرة أقاربك النهاردة، كل أصدقائك أو معارفك حتى ممكن يكون واحد منهم. بالنسبة كبيرة هتبقى النهاردة اليوم اللي لازم تنتبه فيه لكل أفراد أسرتك الأصغر منك سنا في اليوم ده، هتحتاج انك تعلمهم شوية دروس مهمة وتتكلم معاهم عن تاريخ اسرتك وحاجات مهمة كتير كنت دايما بتفخر بيها في عالمك. توقعات النهاردة الاحد، هيفضل يومنا التجمعات والاجتماعات اللي بتبقى مع مجموعة متنوعة من الاشخاص اللي عندنا. احيانا يبقى لازم نلتزم بكل الحاجات اللي احنا مفروض نمشي عليها وعنا بيها قبل كده، لكن في معظم الحالات اللي بتبقى متعلقة بالمناسبات الحلوة اللي بتفرحنا، هتساعدنا محادثة هتحصل او لقاء مع امرأة في حياتنا في اننا نلاقي الفكرة اللي احنا بنتمنى اننا نلاقيها، هنوضح من خلالها احداث كتير حابين نتطور فيها بشكل كبير، ونبقى في دايرة الاشخاص اللي بيقربوا لنا ودايرة اصحابنا. خلال اليوم ده هنحاول نستمتع ونقوم بحاجات كتير ممتعة، نقابل بيها أشخاص كتير جدا في يومنا متعلقة بحاجات هتبقى ممتعة بالنسبة لينا. مش هنعرف نستبعد أي أحداث وأي مفاجآت مختلفة مش متوقعة هتكون مرتبطة النهاردة بكتير من حالات السفر مع كل الأشخاص اللي حوالينا، هيوفر لينا فرص كتيرة عشان تحصل على دخل إضافي لكل اللي بيشاركوا في النشاطات اللي ممكن تبقى حلوة لينا كلنا مع بعض. لازم نستغل الوقت ده ونتقابل مع كل الأشخاص اللي احنا بنتمنى كنا نتقابل معاهم ونكتسب من خلالهم خبرة جديدة، خبرة هتبقى بتضيف لينا حاجة جديدة جدا وهتبقى بتساعدنا بشكل كبير في حياتنا في الفترة الجاية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.